طيب ده اللي حصل النهارده وكل الناس تابعته وكل الناس شافته، وهنقف عنده كتير لانه الحقيقه المؤتمر الصحفي فيه محطات كتيره لازم نقف عندها مع الكابتن سيد. لكن ما بعد المؤتمر الصحفي؟ المؤتمر الصحفي خلص، كابتن سيد كمدير كوره عقد اجتماع مع الجهاز الفني الجديد بقياده رينيه فايلر، اعتقد دي كانت الجلسه الاولى ليك معاه. مظبوط. ايه زي ما قلت لك الراجل حريص جدا ان هو يكون عنده كل معلومات صغيره وكبيره، وده انطباع عجبني. الحاجه الثانيه احنا كمان يعني الشغل الاداري هو ان انت بتوجد اجواء مناخيه او صالحه للجهاز الفني واللاعبين، بتحاول تشيل كل العقبات. كان له مطالب غير طبيعيه ولا الامور عاديه؟ لا في المعتاد، في المعتاد يعني في المعتاد. في المعتاد طبعا يعني، لكن في النهايه انت لسه بتتكلم على اول يوم. تمام. برضو انا مقتنع ان انت عندك شغل كتير جدا بتعمله، كل واحد في الدور بتاعه ممكن اساعدك يعني في دورك اساعدك باستشاره برايي بوجهه نظر، لكن في النهايه انت اللي بتاخد القرار. انت اللي بتقود، كل واحد في الدور بتاعه، كل واحد في الاختصاص بتاعه، ودي اهم حاجه. وانا من يعني من انصار دايما الوضوح، اي عمل او اي شغل دايما مع اي حد بيبقى فيه حاجه واضحه. تمام. انا بقول لك بعرض عليك يا استاذ ابراهيم انت هتشتغل معايا، بس الدور بتاعك 1 2 3 4 ما تفكرش فيه، لان 4 لو انت تعديته او تجاوزته يبقى العيب فيك بقى، انت ما فهمتنيش كويس. تمام. فلازم يبقى فيه مواجهه، لازم يبقى فيه صراحه، ولازم يبقى فيه، ولا مش هيبقى فيه نجاح. خطوط واضحه قوي، واضحه وصريحه. انت قابلت من الاول التزم، قابلت من الاول التزم، لقيت عند الراجل هذا الوضوح. الراجل هو اللي بيقود المنظومه، بيقود اللعيبه، يعني في اداره كمان في الامور الفنيه، خلي بالك. اداره فريق، اداره لعيبه، اداره جهاز. يعني واجبات يعني بيستعين بها بالجهاز اللي معاه، كل دي اداره منظومه وفريق يعني. طيب ان احنا نقدر يعني عندك مباراه مع كانو سبورت بطل غينيا الاستوائيه في بدايه بطوله او في دور ال 32 اللي بطوله كلنا بنامل فيها كتير، انه الجهاز الجديد يتولى المهمه قبلها انت هتسافر كمان يوم 10 مش كده؟ مظبوط. انا يعني سيد ولا الفرقه؟ الفريق هتسافر يوم ليله 11 وانت قبلها؟ وانا هناك كان عندي اتصال النهارده مع سياده السفير حاتم حسون اللي هو سافرنا هناك يعني. وانا ان شاء الله الرحمن انا وكابتن سمير عدلي هنسافر يوم 9. هنكون هناك يوم 9 والفرقه هتبقى موجوده يوم 11 باذن الله. تعرف الراجل على اللعيبه سبقه طبعا تقرير فني كبير من الكابتن محمد يوسف للجهاز. احنا كلنا زي ما قلت لك يعني انت في الاول والاخر بتحاول تدي للراجل كل المعلومات. تمام. لكن التواجد والقياده الفنيه وكل حاجه خاصه بالامور الفنيه بتاعته يعني. تعرفه على اللعيبه يتوقع انه ياخد وقت على ما يقدر يعرف النواحي الفنيه الكامله لكل لاعب ولا؟ بص انت في عصر بقى فيه حاجات كتير بتسهل عليك. عكس زمان يعني طبعا. يعني النهارده من قبل ما هو يجي اساسا عارف اسماء لعيبه، عارف اسماء عارفهم طبعا. واتفرج على مباريات يعني، اتفرج على الزمالك واتفرج على المقاولين واتفرج على بيراميدز واتفرج على اخر الحاله اخر واتفرج على الماتش الاخير، اتفرج على 3 4 مباريات، فعارف بعض الاسماء وعارف امكانيات. تمام. عرفت انه شاف فاينل افريقيا في المرتين الاخيرتين، ده صحيح؟ طبعا. انا بقول لك هو بيتكلم معانا النهارده انه عارف اسماء كتير وعارف الشخصيات وعارف ارقام تيشيرتاتهم، يعني عارف اسمائهم بشكل كويس. لكن الحياه كده بتقول لك ان التجربه بالعين اكتر كتير جدا من اللي انت بتشوفه يعني او بتسمعه على التلفزيونات. يعني في انصار مديرين فنيين يقول لك لا انا راح اتفرج من الملعب، مع انه ممكن يتفرج على التلفزيون، بس هو يعني كده هيشوفه كده هيشوف، بس الرؤيه بتبقى اوسع اشمل طبعا. واوسع. فخلال التواجد والانطباعات في فروق شخصيه، خلي بالك. يعني دايما احنا بنتكلم على شخصيه الاهلي، لان في ناس ممكن تبهرك. تمام. ممكن انا بتكلم كلعيبه بس، دي فقره يعني، ممكن لعيب يبقى فقره 5 دقائق 10 دقائق. صحيح. احنا مش انصار ده. صحيح. مش فرقتنا الاهلي كده طول حياتنا على فكره يعني. احنا مش انصار الفرق اللي هي تعمل فقره يعني 5 دقائق 10 دقائق والناس تبدا تتجنن وجايب لك لعيب من زحل، فاهم؟ لا احنا انت مش بتاع نوفمبر ويناير، انت بتاع الصيف. ايوه صح. انا بتاع شهر 8. انا بتاع شهر 8. انت بتاع 8.